وسط أجواء احتفالية مبهرة أقيم في مدينة الجونة بالبحر الأحمر العرض الفني العالمي أوبرا عايدة. يأتي ذلك احتفالا بمرور 150 عاما على العرض الأول لأوبرا عايدة. مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر استضافت العرض الفني العالمي أوبرا عايدة للاحتفال بمرور 150 عاما على عرضه لأول مرة. وطبعا احنا فخورين جدا باستضافة الأوبرا عايدة في العيد 150 من منذ عرضها الأول في القاهرة سنة 1871. طبعا أوبرا فن راقي، والحقيقة أنا يعني فخور جدا بمستوى التنظيم، وده بيحط مدينة الجونة البحر الأحمر مصر في مكانة هائلة جدا عالميا وإقليميا. العرض أقيم وسط أجواء احتفالية مبهرة شهدها مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة برعاية وتنظيم محافظة البحر الأحمر. وقد استخدم العرض الأوبرالي العالمي أحدث وسائط الصوت والضوء المعتمدة على أفضل التقنيات التكنولوجية، مما ساهم في إضفاء أجواء أسطورية على القصة الدرامية والملحمة الغنائية العالمية التي تم عرضها على أكبر وأشهر مسارح العالم. الناس كلها متحمسة للموضوع، فكرة القوة الناعمة والناس تتعلم ثقافة جديدة وتتعلم نوع فني جديد للي ما حضرش أوبرا قبل كده. ناس كتير ما حضرتش بس عجبها الفكرة وعايزة تيجي وتحت، فاحنا متحمسين إن شاء الله نعمل حاجة كويسة. أوبرا عايدة قدمت لأول مرة في مصر في عام 1871 على مسرح دار الأوبرا القديمة، وعرضت في أوروبا لأول مرة على مسرح لاسكالا في إيطاليا في فبراير من عام 1872، وقام بتأليفها عالم المصريات الفرنسي أوغست مارييت.